اهلا بحضراتكم من جديد. معايا النهارده اتنين يعني من لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله ظهروا يعني في وديه الفريق الاول مع شاري التامين بشكل جيد جدا، حتى يعني الجماهير بدات تتكلم عليهم بشكل مميز، جماهير بداوا يعني يرددوا اسمائهم. هم خريجي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ما شاء الله بقالهم سنين كبيره مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لما جت الفرصه وبدا يعني ان الناس تشوفهم بداوا يقولوا لا ده احنا عندنا لعيبه مميزه في قطاع الناشئين. هنبتدي الاول بالمهاجم فهد جمعه. منور يا فهد. منور يا كابتن، طبعا برحب بحضرتك، انا مبسوط جدا انا بحضرتك وشرف ليا ان انا على قناه النادي الاهلي، واتمنى اكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ونعمل حاجه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. تاني لاعب برضو اللي ابتدى المباراه هو لعيب برضو مميز، يعني شبه وليد سليمان كده في ادائه، في الرشاقه بتاعته في رجليه الشمال، وليد مصطفى. منور يا كابتن وليد. منور حضرتك يا كابتن اسامه، مبسوط ان انا مع حضرتك، ومبسوط وشرف لاي حد وشرف لاي لعيب في مصر ان هو يكون موجود مع حضرتك وموجود في قناه الاهلي. طبعا ان شاء الله نعمل حلقه كويسه النهارده. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. معانا التقرير الاول، معانا طب تعالى نروح نشوف التقرير ده قبل ما نبتدي الحوار مع ضيفي فهد جمعه وليد مصطفى. وجه لاعبو فريق الشباب كلمات الإشادة والشكر للجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بطريقتهم الخاصة على قرار الاهتمام الخاص بمنجم المواهب في قطاع الناشئين بالنادي. رد شباب الأهلي على الاهتمام بتطوير القطاع بطريقتهم في التألق، سواء في فرقهم الجديدة التي خرجوا لها للإعارة لاكتساب خبرات جديدة، أو بالتصعيد للمران والمشاركة مع الفريق الأول للكرة. حظيت أغلب المواهب الشابة بدرجات الإشادة وكلمات الثناء من بيتسو موسيماني المدير الفني، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر حمدي ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان والعربي بدر وغيرهم من المعارين لأندية بالدوري، أو مصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وآخرهم وليد مصطفى وفهد جمعة، والذي خطف الأضواء بشدة في مشاركتهم الودية مع الفريق الأحمر أمام مصر للتأمين. قدم لاعبو فرق الشباب والناشئين أنفسهم بصورة تعكس مدى اهتمام لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، وباتوا كنزا حقيقيا وعناصر مبشرة لمستقبل الأهلي. كنا هنا في برنامج الأشبال جزءا من المشروع الكبير، تبنينا الفكرة وتابعنا تطورها، وكنا جزءا مهما منها، منحنا لاعبينا ونجوم المستقبل فرصة حتى تتعرف الجماهير عليهم. ومع قدراتهم ومواهبهم وخطط الإعداد لهم والاهتمام الخاص بهم، قدمناهم هنا في قناة الأهلي ليعرف الجميع أسماءهم مبكرا. واليوم معنا في برنامج الأشبال الثنائي الصاعد بقوة فهد جمعة ووليد مصطفى، لنتحدث عما مضى وطموحات المستقبل. خلي بالكوا علشان التقرير ده بيحملكوا رساله كبيره. طبعا انا كابتن، رساله كبيره وانتوا لسه في بدايه المشوار. اكيد طبعا. فهد، انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ انا بقالي كده 12 سنه. 12 سنه؟ اه. ضميت ازاي النادي الاهلي؟ بداياتي كان طبعا كلمت الخالي محمد رمضان. كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان خالي. هو خالي. ليه الشرف طبعا ان هو خالي. كابتن محمد رمضان كان هداف كبير. فكلمته قلت له عايز العب كوره وكده، قال لي مفيش مشاكل، راح وداني الاختبارات الاكاديميه. كان ساعتها موجود الكابتن احمد عباي، بشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي. فعملت اختبار والكابتن احمد عباي قال لي كويس وكده وهكمل معانا. قعدت 3 سنين في الاكاديميه وطلعت اختبار فوق قطاع الناشئين. قطاع الناشئين. يعني البدايه بتاعتك ما كانتش في قطاع الناشئين على طول، كانت الاول الاكاديميات. لا لا، الاكاديميه. عشان كنت هتعلم شويه حاجات كده. برضه ما كنتش لسه لعبت في نادي والكلام ده. بس فطلعت فوق، اول اختبار كان الكابتن عبد النبع عاشور. طبعا برضه حابب اشكره من خلال قناه النادي الاهلي. هو اللي اختارني. بس فكلمت والدي قلت له اللي انا اتقابلت في النادي الاهلي وكده. طبعا ما كانش مصدق طبعا، كان اخرنا ان احنا نشجع النادي الاهلي. اتفرج عليه، نعدي من جنبه وكده. بس كنت طب لما اختبرت مع كابتن عبد النبع عاشور في قطاع الناشئين كان عندك كام سنه وقتها؟ بتاع 11 سنه. 11 سنه. لسه في البراعم صغير. من ساعتها بقى لحد دلوقتي الحمد لله. وليد،
انت برضو ضميت لنادي الاهلي عن طريق الاختبارات برضو الاكاديميات ولا اتدرجت ازاي؟ لا كابتن، انا بقالي 7 سنين في النادي الاهلي. كنت بلعب في نصر الفكريه في محافظه المنيا. انت بلديات وليد سليمان؟ اه طبعا. خلي بالك عشان انا بقدمك قلت شبه وليد سليمان وفي طريقه اللعب. يا كابتن ده شرف كبير ليا وشرف لاي لعيب في مصر ان هو يبقى خليفه كابتن وليد سليمان طبعا. كنت بلعب في نصر الفكريه في المنيا وشافني كابتن محمود صالح. هو اللي شافني وبدا يركز معايا سنه 2015 وجابني النادي الاهلي، ومن هنا ابتدى الحلم بقى يا كابتن. مين اللي يعني ابتديت التدريب مع مين في قطاع الناشئين؟ انا ابتديت التدريب مع كابتن محمد سعد، كانت اول سنه ليا مع كابتن محمد سعد. كنت جاي من نصر الفكريه وابتديت معاه. اتعلمت ايه في النادي الاهلي؟ انت بتقول لي دلوقتي بقالك 7 سنين، اتعلمت ايه في النادي؟ اتعلمت حاجات كتيره يا كابتن، الالتزام، الانضباط، اللي انت في النادي الاهلي ما ينفعش تغلط، يعني انت في النادي الاهلي كل حاجه محسوبه عليك، كل كلمه كل حاجه بتطلع منك محسوبه عليك، انت في نادي كبير في احسن نادي في افريقيا. فكل حاجه بتبقى محسوبه عليك. كويس، فهد ما شاء الله انت بتقول لي بقالك كام سنه دلوقتي في النادي الاهلي؟ 12 سنه ما شاء الله، ده يعني وقت طويل. مين المدربين اللي مرنوك خلال 12 سنه؟ والله كان الكابتن مشير حنفي والكابتن سامو مصان طبعا. كابتن سامو مصان في الاول دلوقتي؟ في الاول دلوقتي، والكابتن مشير حنفي والكابتن ياسر رجب طبعا، مسكنا 4 سنين. هو اكتر مدرب مسكنا يعني في الفتره دي. والكابتن عمرو انور والكابتن مدحت طه اسماعيل. عدى عليك مدربين كتير. كتير. شايفين دلوقتي دي لقطات في المباراه الوديه لسه هنتكلم عنها دلوقتي بشكل كبير، فرقه مصر التامين يعني، ودي كانت المباراه اللي بدا فهد يعلم بقى مع الجمهور فيها. الحمد لله. قول لي الاول، انت قبل المباراه دي صعدت مع الفريق الاول؟ صعدت، قعدنا يوم وبعد كده قال لك ثاني يوم في ماتش ودي. طبعا بقى الرهبه اول ماتش ودي مع الفريق الاول وكده، بس فانا كنت في الاول كنت طبعا مبسوط ان انا اول ماتش ليا مع الفريق الاول كده. دي اول مباراه تلعبها؟ وبعد كده بقى جه كنت مضغوط، بس اول ما نزلت الشوط ما عرفتش اعمل حاجه غير ان انا اجتهد واتعب، لان الشوط ده ممكن يغير حياتي، لان انت بتلعب ماتش ودي في النادي الاهلي. فرصه. وده اللي حصل بعد الماتش يعني، لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عني، بتشيد بادائي. خلي بالك احنا هنقول لك نصايح عشان برضو انت لسه ناشئ صغير وطالع وكل الناس تبدا تتكلم، فلازم يبقى عندك بقى الايه، ازاي تظبط الامور معاك. بس انا ما ركزتش في الكلام ده خالص. هو كان مثلا حد صاحبي يقول لي مثلا ده بيتكلم عنك كويس. انا كنت اكتر بركز في ان انا اطور ادائي، ان انا اكون كويس مع الفريق الاول عشان افضل مستمر. بس اكيد هنتكلم عن فتره الفريق الاول ده بشكل اكبر. وليد مصطفى برضو يعني هروح لفاصل الاول، وبعد ما ارجع من الفاصل هتكلم معاك برضو عن تجربتك مع الفريق الاول وموسيماني، ابرز التعليمات اللي قالها قبل ما تبتدي المباراه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل يعني نستمر في الحوار مع ضيفي فهد جمعة ووليد مصطفى. يا وليد يا وليد يا وليد وليد يا وليد 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 مصطفى من جديد، الورقة الرابحة، الورقة الرابحة والماركة المسجلة للنادي الأهلي. وادي كرة عرضية جوه منطقة الجزاء ورأسية، هو فهد جمعة والكرة اللي بيضيعها تاني، وخطيرة جدا وهدف التعادل. أهلا بحضراتكم من جديد. وليد، ابتديت انت المباراه الوديه كانت مع الفريق الاول مصر التامين. مصر التامين. قول لي بقى موسيماني قال لك ايه في الكواليس بقى وانت بتبتدي المباراه؟ كنت انت لسه الناشئ يعني اللي بتبتدي اول مره مباراه. بص يا كابتن، هو قبل ما يقول التشكيل طبعا كنا قاعدين في اوضه اللبس. فهو لقيته داخل عليا كده فبيقول لي وليد ستارت، هتبدا. فطبعا ابتديت ادخل في جو المباراه، طبعا اول مباراه ليا مع النادي الاهلي، مباراه وديه، الناس عايزه تعرف وليد بشكل كويس. عايز اثبت نفسي للنادي الاهلي، للمستر موسيماني، للجهاز الفني، لجمهور النادي الاهلي. يعرف وليد كويس، يعرف مين وليد اللي الناس بتتكلم عليه. مين اللعيبه اللي يعني اللي جالك ادك ثقه لعيبه الفريق الاول؟ كابتن وليد سليمان طبعا. وليد سليمان. اول ما عرف اللي انا بادئ قال لي ما تقلقش، العب لعبك، متعنا، ولعبك اللي بتلعبه في التمرين طلعه، متع الجهاز الفني ومتع الناس اللي بتتفرج، عرف الناس كلها مين وليد مصطفى، عرف الناس اسمك، انت بتبني اسمك وبتبني مستقبلك، عرف الناس مين وليد مصطفى. كان كلام مهم من وليد سليمان. طبعا كابتن، نجم كبير وبرده ناشئ صغير بيديك كلام محافظ. طبعا كابتن، وخصوصا لما بيكون مثلك الاعلى. انا من صغري كابتن وليد سليمان طبعا مثلي الاعلى طبعا يا كابتن. الصوره وانت بتتكلم وليد سليمان
يعني حاطط ايده على كتفك. ده كانت في المباراه ولا كانت في ده كانت لا ده كانت قبل المباراه. قبل المباراه. قبل المباراه تمرين اللي قبل المباراه بيوم. ده المدرب العام كيفن جونسون كان بيقول لي انت رجلك زي رجله، يعني انت بتلعب برجل الشمال واسمك على اسمه، مش ناقص غير حاجه واحده بس، اللي انت تروح بس المستشفى تاخد منه تحليل دم. ده هو المدرب اللي قال لك الكلام ده؟ حتى هو في الصوره دي بيشاور على رجلي. يعني انت تقول لي، بيقول لي انت بتلعب برجلك الشمال، انت لفت وهو لفت، وانت اسمك وليد وهو اسمه وليد، والشبه برضه والشبه واحد في كل حاجه. انت تروح المستشفى بس تاخد منه تحليل دم بس اللي ناقص ده. تاخد تحليل دم وتاخد تحليل الاهداف كمان. تحليل الاهداف عشان اللي جوه. نجم كبير وما شاء الله حاجه جميله جدا. طب موسيماني قال لك ايه بعد المباراه بقى؟ هو طبعا قال لي انت عديت بشكل كويس واشتغلت بشكل كويس، عرفت جمهور النادي الاهلي مين وليد مصطفى. كنت في الشوط الاول مميز جدا، كنت مالي مكانك، بتنزل تستلم وبتنزل تلعب الناس. مشات بيك يعني؟ طبعا. هو بين الشوطين يعني بين الشوطين في اوضه اللبس دخل ما اتكلمش غير عليا انا. قال لي انت اشتغلت بشكل كويس، مالي مركزك، بتهاجم وتدافع، الكلام اللي انا قلته لك بتعمله. اشتغلت بشكل كويس وعرفت الناس كلها مين وليد، واشتغلت كويس جدا. كويس مثلا. فهد، مباراة خلصت من هنا بدأت الناس تقول ده احنا عندنا مشروع هداف كبير قادم، عندنا لعيب يعني تفتقده كده. ايه طريقة اللعب الكرة المصرية اللي المهاجم اللي بيحجز على كل كورة، بيكافح على كل كورة، ما شاء الله كان عندك جرأة كمان وانت بتلعب. طبعا. قول لي بقى وانت نازل كنت خايف، كنت قلقان؟ زي ما قلت لحضرتك انا كنت مبسوط ان انا اول ماتش ليا مع الدرجه الاولى. بعد كده حسيت بضغط الكاميرات وماتش ودي. ماتش ودي بالنسبه للاي حد برضه زي ماتش رسمي يعني. يعني ماتش ودي في النادي الاهلي زي ماتشات رسميه مع اي فريق. بس فنزلت ما كنتش خايف طبعا. واديت بشكل كويس والحمد لله. انت اللي صنعت الهدف. بص دي فرصه من الفرص، كنت رايح ما شاء الله كمان وعندك جرأة ومش خايف. اهم حاجه انك انت ما كنتش خايف، كانت فرصه قريبه دي. صنعت انت الهدف لمحمد مصير وقتها. الهدف الثاني للنادي الاهلي هيكون معانا دلوقتي. ايوه. زي ما قلت لحضرتك انا كنت نازل الماتش مضغوط وكده، بس اول ما نزلت ما قدرتش اعمل اي حاجه خالص غير ان انا اجتهد واطور من ادائي واتعب، وده الحمد لله اللي حصل. يعني الناس اشادت بيا بعد الماتش على طول يعني. حتى بيسو موسيماني برده كلمني بعد الماتش، عمل لي محاضره انا والاستاذ عمرو المترجم. قال لي انت عملت كل حاجه في الكوره النهارده وحاربتنا وجبت وصنعت جون. بس في كوره كده عملتها ضيعت شويه حاجات منك كده، وقال لي ركز وان شاء الله تكون متواجد معانا يعني الفتره الجايه. انت قلت لي بيتسو موسيماني يعني اثنى عليك واداك بعض الملاحظات. وليد قال لي ان وليد سليمان كان بيكلمه قبل المباراه، مين من اللعيبه اللي كلمك قبل المباراه او بعد المباراه وكان بيدعمك؟ اصل هم كلموا وليد عشان وليد كان هيبدا معانا في اوضه اللبس، فعشان كده كلموه. لكن انا جيب. طب بعد المباراه بقى؟ لا انا كان بين شوطين كان في محاضره على طول، قالوا لي قوم سخن ما لحقش حد يكلمني. بس كنت مبسوط بكلام بيتسو موسيماني. طبعا. وبرده اشاد بيا الكابتن حمدي فتحي. قال لي كنت كويس النهارده. دي بص فرصه من الفرص، يا ريت نعرضها تاني. يعني التحرك حلو جدا. كهربا كان ملعبني في الماتش ده كتير قوي. كهربا كان رابط معاك في الماتش بس ده؟ بس انا كنت بجبره ان هو يلعب. بص يعني. التحرك والنهارده بتسدد بشمالك بس كانت عايز تلف وسطك شويه فيها. انا كنت بجبره ان هو يحط لي الكوره يعني في اي حته. يتعلم منك لازم. لا ما شاء الله يعني مشروع مهاجم كبير، وهنا كمان برضو يعني اصراره وعزيمته. كمان يا كابتن الماتش ده كنت حاطط صوره بنت قدام عيني. ما انت عندك عندك ايه قول لي؟ لسه جايه مولوده من اسبوع ونص كده، اسمها سيليا. اسمها ايه؟ سيليا. سيليا. ما شاء الله ربنا يخليها لي. اما تكبر بقى تبقى تسمع الكلام ده. لا ان شاء الله تبقى مهاجم كبير انت ووليد، ويعني تعملوا تاريخ كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن باذن الله. طب عايز اعرض لكم برضو بعض اللقطات في قطاع الناشئين عشان الناس تشوف برضو المواهب اللي عندنا. هنعرض اللقطات لكن نروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نشوف بقى بعض الاهداف لوليد مصطفى وفهد جمعه. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده يعني معايا ضيوف اللي مشرفين النهارده، كابتن فهد جمعه والكابتن وليد مصطفى، اثنين من النجوم يعني اللي ليهم ان شاء الله مستقبل مع الفريق الاول، وظهروا بمستوى رائع كمان مع النادي الاهلي في الوديه الاخيره امام مصر للتامين، وكمان يعني بيتسو موسيماني اشاد بيهم بشكل كبير، وفعلا اثنين من المواهب الكبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ده فهد، ده الهدف اللي احنا كنا بنتكلم معاك وبنقول يعني كان في صناعه رائعه منك، اسيست رائع.
كلمنا بقى عن الجمله دي وصناعه الهدف. هو اصلا عندي ميزه اللي انا بعرف احضن كويس والف المدافعين، فاصلا كان لو انت حضرتك شفت الكره من اول هتلاقي ان هي كره ميته. فهو المدافع كان جسمه ضعيف شويه يعني، فانا لفيت بيه زي ما حضرتك شايف يعني. بدايه صناعه الهدف من هنا. لا ده دي كره ثانيه عملتها نصير، بس هو ما طلعش على الاولى. دي كره ثانيه نصير برده اللي جاب الهدف من قطاع الناشئين. هو اتحرك في البوكس حلو ما شاء الله يعني. وخدت القرار من لمسه واحده انك تحطها برجلك الشمال. لو انا ضيعتها يعني نصير اضمن 100%، لكن انا مثلا 99 98 فندي المضمون احسن يعني. لا كويس، وده قرار يعني صحيح ان المهاجم لما يشوف حد احسن منه في زاويه افضل لازم طبعا يحطها. ايوه طبعا. طب قول لي بقى، احنا عايزين نتكلم عن فتره الشباب، فتره الشباب مع كابتن عمرو انور، وانت استفدتوا فيها بنسبه كبيره جدا. لا طبعا، كم سنه مع كابتن عمرو انور؟ انا قعدت سنتين مع كابتن عمرو انور. استفدت منه كتير قوي في حياتي، هو اللي فضل عليا بعد ربنا، هو اللي طلعني الدرجه الاولى، تعلمت منه حاجات كتير قوي يعني، الفضل ربنا ثم ليه هو. يعني علمني حاجات كتير قوي يعني، لولا هو الناس ما كانتش هتعرف وليد بشكل كويس. هو اللي عرف الناس مين وليد. هو اللي ادى الثقه لوليد. هو اللي كان واثق في قدراته. وانا الحمد لله قدرت اظهر قدراتي بشكل كويس مع كابتن عمرو، لان هو كان واثق فيا وواثق ان انا ان شاء الله هثبت له يعني كل حاجه حلوه. طب قول لي استفدت ايه من كابتن عمرو؟ يعني كابتن عمرو ما شاء الله انتوا كمان في 99 يعني كنتوا تاخدوا البطوله كل سنه. بص يا كابتن، انا استفدت حاجات كتير قوي من كابتن عمرو، لو قعدت اتكلم من هنا الصبح مش هقدر اقولها لك يعني. استفدت الالتزام، لازم تبقى ملتزم جدا مع كابتن عمرو، الانضباط، كل حاجه استفدتها من كابتن عمرو. طب قول لي يا وليد، يعني احنا كنا بنذيع لكم هنا يا فهد ماتشاتكم على الهوا هنا في قناه الاهلي. برضو اكيد التجربه دي سابت اثر كويس عندكم، خاصه ان اول مباراه تلعبها مثلا مصر التميمي مع فيل الاور، انت لا لعبت قدام قدام جماهير، الناس بدات تعرفك، فالنهارده برضو كان ليها اثر ايجابي عندك. ايوه طبعا يا كابتن، بمناسبه الكابتن عمرو طبعا هو الراجل بقى له سنتين تعب معانا جامد قوي، بس هو ما كانش محظوظ لان السنه اللي فاتت برضو كنا ماشيين اول. طب الهدف ده انا هسيبك تتكلم عن كابتن عمرو. وليد الهدف ده بتاعك صح؟ الهدف ده كابتن، كان في نادي الزمالك. كان ده دي مباراه كنا احنا زايعينها. كانت مذاعه، كانت مذاعه على قناه الاهلي. ده كان اول جون في الدقيقه 11 كده، كان اول جون في الماتش. مباراه اهلي والزمالك كانت في الشباب او في قطاع الناشئين، بتبقى مباراه كبيره طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، هو مباراه اهلي وزمالك بتبقى لها حسابات ثانيه، بيبقى بعيد عن الدوري، بيبقى ماتش ثاني، هو بيبقى دوري لوحده. ده ماتش كاس ما ينفعش تخسر طبعا. انت ماتش اهلي وزمالك تبقى مركز كل تركيزك ان انت تبقى تطلع من الماتش ما تخسرش. يعني انت الحمد لله احنا ما خسرناش من الزمالك، احنا بقى لنا سنتين مع كابتن عمرو ما خسرناش من الزمالك خالص، احنا كسبناهم هناك وكسبناهم عندنا وكسبناهم السنه دي ثاني. كنت تتمنوا المباراه الاخيره اللي اتلغت دي؟ لا كنا نتمنى ان احنا نلعب طبعا. كنتوا جاهزين ليها وتستعدوا ليها؟ كنا مستعدين. جبت الجول. كنا جاهزين. كل شويه تاجل، كل شويه تاجل. لا طبعا يا كابتن، كنا جاهزين وكنا مستعدين كنا مستعدين كويس كمان الحمد لله يعني. عايزين نشوف الهدف تاني معانا دلوقتي اللي جابه وليد من الاهداف الحلوه جدا. ده الهدف معانا. لا ده هدف فهد. ده هدف فهد، عدناه لك تاني يا فهد. القرار حجزت الكوره. وخدت الراجل في ظهرك وبعد كده عملتها بشمالك. زي ما قلت لحضرتك، انا عندي الميزه اللي انا بعرف الف المدافعين وكده، والحمد لله ان كان قرار صح يعني. قول لي بقى، استفدت من كابتن عمرو؟ كنت قبل طبعا ما وليدي يتكلم كنت بتقول لي كابتن عمرو يعني انا عن نفسي تعب معايا جدا وطور مني فنيا وطور مني شخصيا بره الملعب، ودايما كنت بروح له في حاجات كتير، كان دايما بيعملها لي ودايما بيسندني وبيدعمني. بس هو راجل محترم وشخصيه كويسه جدا يعني معايا الحمد لله، ولعبت معاه السنتين اللي فاتوا دول كلهم. بس والسنه اللي فاتت هو بس مش محظوظ في حته الدوري دي، مثلا نعمل موسم كويس ونكسب ماتشات كتير ويكون فارق بطولات عن الفرق اللي قبلينا وكده، بس يجي بقى موضوع كورونا. يعني انتوا السنه اللي فاتت كنتوا متصدرين الدوري وخلاص اتلغى الدوري علشان الكورونا. كابتن عمرو كان عامل معانا شغل كويس قوي، حتى السنه دي برضو كسبنا الزمالك، كنا عاملين شغل كويس برضو، قال لك الماتش هيتاجل، الماتش هيتلعب. بس كويس. وليد قول لي بقى، ابرز المدربين اللي استفدت منهم في قطاع الناشئين؟ بص يا كابتن، انا اتمرنت مع مدربين كتير، اتمرنت مع كابتن مدحت طه، اتمرنت مع كابتن محمد سعد، اتمرنت مع كابتن امين عرابي، بس الابرز كان كابتن عمرو انور. هو اللي قدر يطور وليد بشكل كويس. هو اللي عارف امكانيات وليد، عارف يظهر امكانيات وليد بشكل كويس، هو اللي عرف الناس مين وليد يعني. بفضل ربنا ثم ليه طبعا. عندنا دلوقتي كان في هدف يعني يا ريت يعرضه لنا دلوقتي، اكيد موجود عندكم، كان هدف للاهلي في حرس الحدود، كان من صناعه وليد مصطفى، من الاهداف الحلوه جدا.
ده كان هدف فخري. ده كان كان هدف فخري. ده هدف فخري في الزمالك. في الزمالك كان في اخر. انا برضه كنت عامل ماتش جامد قوي السنه دي، يا ريت يجيبوا. احنا ما خسرناش منهم خالص يا كابتن. الحمد لله. احنا كسبناهم هناك 3-0 في متعبه، وكسبناهم عندنا 2-1، وكسبناهم السنه دي 2-1 بقى. طب انا دلوقتي يعني عايز برضه يعني لما طلعتوا الفريق الاول الكلام المدربين تحت اكيد كلموك الكابتن عمرو انور برضه كلمكم ودعمكم، وكان في تعليمات مهمه من الكابتن عمرو انور. ما النهارده انا كمدرب لما بيطلع ولادي بعتبركم ولادي النهارده سنتين ثلاثه معايا، اكيد بقدم لك نصائح عشان عايزك تنجح. النهارده لما هتنجح كان انا المدرب اللي اشتغلت معاك نجحت. كان الكابتن عمرو انور يعني ابرز الكلام اللي قاله لكم ايه؟ بص يا كابتن، هو كابتن عمرو مش كابتن بس، لا هو بالنسبه لنا اخ كبير واب لينا، بيتكلم معانا على طول. يعني درجه اولى مش درجه اولى، لا هو بيتكلم معانا على طول وبيقدم لنا النصائح على طول، بيحاول يطور مننا على قد ما يقدر. يعني هو على تواصل معانا دايما، العبوا لعبكم انتوا كانكم تتمرنوا تحت، مفيش فرق بينكم وبين اي حد، العب لعبك ومتع نفسك، ده مستقبلك، ابني نفسك وعرف ناس كلها وليد بشكل كويس، وده مستقبلك. يعني ده مستقبلك، وانت مش في اي نادي وخلاص، لا انت في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي مش محتاج اتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا معروف، النادي الاهلي كبير وشرف لاي حد ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا اي حاجه جوه النادي الاهلي بتبقى محسوب عليك، يعني اي الباص بس بيبقى محسوب عليك، انت مش في اي نادي تاني، لا انت لما لبست تيشيرت النادي الاهلي يبقى انت خلاص انت شلت المسؤوليه. لازم تبقى ماشي كده. فهد، بعد المباراه الرائعه اللي انت لعبتها مع مصر التامين مع الفريق الاول وكمان صنعت فيها الهدف، اكيد الكابتن عمرو انور اشاد بيك وكلمك، حصل حوار ما بينكم؟ هو بيتهيألي ما اتفرجش على الماتش، بس انا مش عارف، بس انا كلمته بعد الماتش، انا بكلمه بعد التمرين برضه. اتفرج عليه يعني، هو كان مشغول بس اتفرج عليه. انا قلت له اتفرج على الماتش يعني هيعجبك كده، فكلمته بعد الماتش قلت له 1-2-3، هو طبعا كان مبسوط، بقول لي العب ما تخافش يعني اكنك بتلعب معايا تحت يعني، وشيل الرهبه وشيل التوتر والخوف واظهر امكانياتك كده وانت لعيب كويس. ابرز المباريات وانتوا بتلعبوها في دوري 99، هو دوري قوي زي بالظبط زي الدوري الممتاز، كل الفرق المشاركه في الدوري الممتاز، ابرز المباريات الصعبه كانت في دوري يعني الشباب ايه؟ الماتشات الصعبه بتكون مثلا انبي، الاسماعيلي، الزمالك، المقاولين. بس طبعا ما فيش اصعب ماتش السنه دي كان ماتش الزمالك، اخر ماتش في الدوري، لان ده المباراه اللي كانت عندنا في مدينه نصر. الزمالك كان فارق علينا بثلاثه بونت، وكان لازم يعني لو كنا تعادلنا كنا احنا خسرنا الدوري، ده اللي كان اخر ماتش، احنا كسبناه 2-1. يعني الزمالك كان عايز بس يتعادل، لو كان يتعادل كان خد الدوري، لكن الحمد لله ما ينفعش الزمالك يجي يكسبنا في ملعبنا ووسط جمهورنا، ما ينفعش اصلا نطلع كده، ما ينفعش نطلع خسرانين من الزمالك. الماتش ده اصلا يطلع خمسه. يعني ده عنده فرص كتير فيه. فرص كتير لو يجيبوه يعني هتعرف ان احنا ضيعنا فرص كتير قوي يعني. والماتش ده كنا محضرين له يعني بصراحه، وكانت في محاضرات في التمرين، ولازم نكسب ولازم ولازم عشان حاجات كتير يعني، ولا يعني في اولويات. بس يعني طب قولوا لي بروكيتش بقى المدير الفني الاجنبي، والسنه دي النادي الاهلي بيجيب مدير فني اجنبي لاول مره برضو، اكيد استفدتوا منه بشكل كبير برضو في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. احنا كابتن استفدنا منه على قد ما نقدر، هو بيتابع الماتشات كلها. طبعا هو بيتراجع الماتشات كلها، واحنا بنحاول نستفاد منه من خبراته، بيعمل محاضرات معانا، بيعلمنا الوجبات التكتيكيه، اشتغل ازاي في الملعب، نتحرك ازاي في الملعب. بس يا كابتن استفدنا منه، قعدنا معاه محاضرتين يعني كويس. كان بيجيب لنا حاجات يعني من الدوري الاوروبي وكده، ويعلمنا يعني الاخطاء وكده، احنا استفدنا منه على قد ما نقدر يعني كويس. بس فهد قول لي مين مثلك الاعلى؟ كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان عمك؟ خالي. خالك كابتن محمد رمضان؟ اخو والدتي على طول. انا نفسي طبعا ان انا اعمل حتى نص اللي هو عمله، وبرده ما شفتوش وهو بيلعب، كنت انت لسه صغير. بس بجيب فيديوهاته وبتعلم منه اللقطات بتاعته واهدافه. وبرده معاك كابتن عماد متعب. وعماد متعب. اما بقى عالميا رونالدو البرازيلي. رونالدو ده بحبه قوي. نفس يعني اسلوبك يعني او طريقه لعبك بقت قليله دلوقتي في الكره المصريه، ان احنا نشوف لعيب قوي، لعيب بيحجز، مواصفات المهاجم اللي شبه ممكن احمد بلال. شفت احمد بلال وهو بيلعب؟ لعيب اللي بيعرف يحجز على كورته، يشتغل في مساحات فاضيه من عنصر تهديف او من اقل الفرص ممكن يسجل فيها. هو ده كابتن المطلوب، لازم التغيير، لازم التغيير في ادائك، لازم تطور ادائك. يعني انا كنت بخلص التمرين وبروح اشتغل مع المدرب بتاعي اسمه محمد عاطف. طب هسيبك تكمل الجمله دي. شفت وليد الهدف بتاعك ده؟ يعني الهدف هنعرضه تاني من الاهداف الحلوه برضه. ده جون الزمالك يا كابتن. ده جون الزمالك. ده جون الزمالك. ده جون الزمالك كنا بنتكلم عنه من شويه. ده كان صناعه محمد فخري. محمد فخري. دايما الكابتن عمرو كان يضغطه من قدام. كنا بنضغط على طول من اول الماتش يا كابتن. هنا خدت قرار من لمسه واحده. طبعا يا كابتن، مفيش وقت يعني، مفيش وقت اللي انا استلم. كرة جايه له من فخري مرتاح. كرة جايه عايزه لمسه واحده.
مش محتاج ان انا استلم في جوه، انا جوه منطقه الجزاء يا كابتن عايز احطها لمسه واحده، وبعدين الماتش ده مش محتاج ان انت تستلم اصلا يعني خلاص لمسه واحده في ال 18 خلاص بس. الحمد لله كنت واخد القرار من وانا جاي من ورا والحمد لله قدرت احطها يعني واسجلها. طرح للكابتن كان كابتن ياسر رجب وقتها معاكم كان كابتن ياسر رجب وكان كابتن عمرو قبل الماتش قال لي انت هجيب جول. حلو قوي مباراه الاهلي والزمالك الماتشات اللي زي ده يا كابتن بتكون عيله واحده يعني كل يعني بيكون كله قلب على كله يعني وبكون كلنا روح واحده وبنحب الخير لبعض عشان كده ربنا بيكرمنا في الماتشات الكبيره والماتشات الصغيره برضو ده اللي اتعلمناه من النادي الاهلي يعني. طب قولوا لي بقى كابتن خالد بيبو السنه دي برضو عامل ما شاء الله شغل هايل في قطاع الناشئين السنه دي. انا بحب اشكر كابتن خالد بيبو طبعا في ظهرنا على طول مش مقصر معانا في اي حاجه، اي حاجه بنحتاجها بنلاقيه في ظهرنا. بص يا كابتن احنا السنين اللي فاتت كلها كنا حاسين ان في فرق بيننا وبين الفريق الاول كنا حاسين ان في حاجز كده. السنه دي مع كابتن خالد طبعا ومع كابتن عمرو خلاص احنا بقينا لعبنا ماتشات وديه مع الدرجه الاولى وخلاص حسينا ان احنا واحد يعني حسينا ان احنا درجه اولى. دايما الكابتن خالد بيبو هو اللي كان بيطالب ان احنا نطلع الدرجه الاولى يعني دي دم دم طبعا في حاجه برضو يعني من ناحيه العقد في النادي ما كنتش عامل عقد اول ما كابتن خالد بيبو جه عملت العقد خلاص بقيتوا مرتبطين بالنادي الاهلي بعقود دلوقتي ما فيش مره تخبط على الباب بتاع المكتب بتاعه يعني في دعم السنه دي كبير جدا طبعاً يعني على طول يفيدك طفره هو من ضمن البلان اللي هو حاطه كابتن اللي هو لعيبه زينا احنا تبقى موجوده في الدرجه الاولى يعني ده بيتحسب لكابتن خالد اللي هو طبعا جه واتكلم وصمم ان احنا نبقى لازم يبقى لنا دور مع الفريق بيتكلم في حقنا كويس برده. طب عايز اخدكم برده لتجربه مهمه السنه الاهلي بيعملها بقاله سنتين ثلاثه حته الاعارات للدوري الممتاز ممكن يبقى لعيب مميز لعيب جيد لكن لسه دلوقتي يعني وقته ما جاش مع الفريق الاول بنشوف اعارات دلوقتي احمد ياسر ريان هو كان ناشئ زيكم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي احمد عبد القادر احمد حمدي عبد القادر ما شاء الله متالق مع سموحه في عمار حمدي كان معاكم بيلعب برده شايفين حته الاعارات دي ازاي؟ بصراحه كابتن اللعيبه كلها بتستفاد من حته الاعارات دي يا كابتن يعني انت لعيب كبير ولعيب النادي الاهلي انت طالع من اسم من النادي الاهلي عايز تثبت نفسك عايز ترجع النادي الاهلي تاني تطلع بقى بتشوف ان انا كابتن يقدر يظهر امكانياتك تقدر تظهر فيه بشكل كويس تقدر ترجع بيتك وانت بتلعب وانت حاطط رجلك وشفنا احمد عبد القادر بسم الله ما شاء الله مع سموحه شفنا محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم برضه شكري كان معاكم في الفريق ربنا يرجعه بالسلامه ربنا يرجعه بالسلامه طبعا هو كان مصاب بس يا كابتن فحته الاعراض دي بتستفاد منها ان انت بتلعب وبتاخد خبره وبتستفاد وبعد كده بترجع للنادي الاهلي بيتك وانت عندك خبرات اكبر عندك خبرات اكبر وتقدر تلعب تبقى احتكيت باللعيبه اللي اكبر منك وكده بس وبتعمل حتى ارقام كويسه معاهم يعني ما فيش لاعب يعني احمد ياسر خرج هداف الدوري دلوقتي احمد عبد القادر برده هكذا من يعني من هدافين الدوري محمد عبد المنعم شايفين الجون ده كان في مباراه كان في طنطا يا في طنطا ده مين اللي احرز الهدف ده؟ ده انا يا كابتن وليد رقصت الجون كده وحطيتها من لمسه واحده بقول لك مباريات دوري الشباب مباريات قويه حته برده الاعارات يا فهد عايز اخد رايك فيها ودلوقتي بنشوف النادي الاهلي بيفتح الاعارات لاوروبا دلوقتي طبعا لعيبه مصطفى فوزي صح مصطفى فوزي واحمد حسام محمد حسام ميدو محمد حسام ميدو واحمد السيد ثلاث لعيبه من قطاع الناشئين الاعارات بدل داخل مصر بقت خارج مصر شايف برضو الاعارات ازاي طبعاً. خاصه ان انت برضو ابن النادي الاهلي بتاخد خبرات اكبر وترجع تاني لبيتك مره تانية طبعا الخطوه دي هتفرق معاهم جدا الكره في اوروبا غير حضرتك عارف طبعا بيستفاد من كل حاجه بتطور فنيا بتطور شخصيا بيجي هنا يعني بيجي هنا مصر بيكون مرتاح يعني زي ما شفنا يعني ناس بره اجانب بتيجي هنا مصر بس احمد عبد القادر يا كابتن احمد عبد القادر ما شاء الله احمد عبد القادر كان في تشيك برضه دايما متواصل معايا يعني وكان ماشي بشكل كويس وتطور وطور من نفسه وقدر يرجع النادي الاهلي تاني وانتوا ان شاء الله بس خلي بالكم عشان المباراه الاخيره دي وكلام السوشيال ميديا والاعلام النهارده ده بيحط عليكم مسؤوليه كبيره النهارده مش عايز اروح للسكه دي لا انا النهارده لسه ناشئ لسه صغير لسه باخطو الخطوات الاولى لازم اهتم بنفسي بصحتي بعلاقتي بربنا دايما اسمع كلام مدربي علشان ابدا ان شاء الله بص يا كابتن اسامه دي بدايه يعني الحمد لله احنا قدرنا نظهر بشكل كويس قدرنا نعرف مين وليد مصطفى ومين فهد جمعه لجمهور النادي الاهلي دي مش خلاص انت ما عملتش حاجه يعني مش انت خلاص لعبت ماتش ودي واديت بشكل كويس خلاص لا دي بدايه يعني من هنا انت تشيل مسؤوليه بقى خلاص الناس عرفت مين وليد تتكلم عليه بشكل كويس انت بقى الفتره الجايه لازم بقى تشتغل نفسك اكتر واكتر تكتشف في التدريبات بس ان شاء الله اخيرا يا فهد وليد امنياتك ايه مع النادي الاهلي وطموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طبعا نفسي اكون اكمل مع النادي الاهلي واكون مستمر مع النادي الاهلي طبعا واكون واحد من المنظومه بتاعت النادي الاهلي ده حلم ليا وشرف لاي حد ان هو يلعب في النادي الاهلي طبعا واحقق انجازات وبطولات النادي الاهلي احسن نادي اتحقق فيه انجاز وبطولات يعني انجازات وبطولات انت بتلعب ماتش وتبص تلاقي نفسك واخد بطوله ماتش واحد بس وده اسرع نادي يعني ان انت تفتح بوابه يعني وتحترف منها على طول يعني بس ده اسرع نادي يخليك تحترف يعني
ان شاء الله وليد. بص يا كابتن، انا حلمي من وانا قد كده ومن وانا صغير ان انا بقى نفسي ابقى موجود في النادي الاهلي. حققت حلمي، نفسي بقى كابتن ان شاء الله احقق كل حاجه حلوه مع النادي الاهلي، بطولات، احقق دوري ابطال افريقيا، كاس العالم انديه، دوري طبعا ده عادي بالنسبه للنادي الاهلي. يعني انا نفسي ابقى كده لعيب كبير في النادي الاهلي واحقق كل حاجه مع النادي الاهلي. ان شاء الله تقدروا تعملوا كل اللي انتم يعني طموحاتكم ونياتكم مع النادي الاهلي، خاصه ان انتم لعيبه جيده كمان على المستوى الاخلاقي، ما شاء الله حاجه مشرفه. بنتمنى لكم ان شاء الله. عايز اشكر بس يا كابتن، عايز اشكر والدي ووالدتي واخواتي هيثم وحازم، دول سند ليا في كل حاجه، مش بيسيبوني في اي حاجه، اي حاجه بلاقيهم في ظهري وهم السند ليا، وان شاء الله هحقق لهم حاجه باذن الله. ان شاء الله. طبعا انا كمان حابب اشكر والدي ووالدتي، يعني دايما كانوا في ظهري ومدعميني، وحابب اشكر برضو اخويا محمد واداني 3 سنين النادي، فضل برضو معايا لحد دلوقتي، وبرضو خالي محمد رمضان ولي الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا حابب اشكر زوجتي وبنت بقى لما تكبر تبقى تسمع الكلام ده. ان شاء الله تكبر وانت لسه موجود في الملاعب. ان شاء الله. ان شاء الله. انا بتمنى لكم كل التوفيق وشرفتونا فهد. مبسوط يا كابتن ان انا مع شرفتنا وليد. مبسوط يا كابتن ان انا مع حضرتك، وكان ليا الشرف ان انا كنت مع حضرتك، وان شاء الله نكون ضيف خفيف كده عليكم. لا، انتوا اللي شرفتونا، وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وخاصه انتوا عناصر مبشره ان شاء الله، وتقدروا تكونوا موجودين مع الفريق الاول الفترة اللي جاية بشكل قوي إن شاء الله. يعني خاصة أن بيتسو موسيماني كمان دايما بيعجب باللعيبة الصغيرين وبيديهم دايما فرص أنهم يكونوا موجودين في الفريق الأول. زي ما أقول لحضراتكم، بعثة النادي الأهلي الحمد لله وصلت بالسلامة إلى تونس. كل الأمنيات وكل التوفيق وكل الدعوات للنادي الأهلي في المباراة القوية أمام الترجي التونسي يوم السبت القادم. إن شاء الله تكون النتيجة الأولى والمباراة الأولى في صالحنا علشان مباراة العودة في مصر إن شاء الله يوم 26. بكده وصلنا نهاية حلقتنا، نشوف حضراتكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.